النهاردة يوم مختلف يا مولانا، احنا دايماً مع بعض بس النهاردة في يوم عرفة أول مرة تحصل. كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين والأمة الإسلامية كلها، وأنا دايماً بسعد بوجودي مع حضرتك في أي وقت. جزاكم الله عنا كل خير، بس النهاردة يوم مختلف، النهاردة الروحانيات مختلفة، الإحساس مختلف، العين مش عارفة تشبع من منظر الحجيج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، ده عنوان كتاب نعم عمله الإمام ابن الجوزي، بيتكلم فيه على مناسك الحج. الله، بغض النظر عن محتوى الكتاب وانه بيتكلم في المناسك وكده، أنا وقفت كتير دايماً عند عنوان هذا الكتاب، كأن في علاقة روحية بين العبد وبين هذه البقاع الشريفة المباركة، بتجعل قلبه في غرام دائم بها. غرام يعني، شوف يقول لك فلان وقع في غرام حد، يعني مغرم بيه، متعلق بيه تعلق لا يستطيع أن ينفك عنه، فبقى إيه؟ غرام. إيه غرام، اللي هو التعلق اللي ما فيهوش انفكاك ده. حتى أهل النار بيقولوا إن عذابها كان غرامة، مش غرام بقى اللي هو الحب، لا اللي هو عدم والعياذ بالله عدم الانفكاك ده. فبيقول لك إن كل واحد فينا جوه قلبه غرام ساكن، هو عامل زي النار اللي تحت الرماد. تثور بقى هذه المشاعر وهذا الغرام لما تشوفي هذه المشاهد، وتشوفي هؤلاء الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واحدا واحدا من بين كل هذه الملايين المملينة. سبحان الله. لأن ما في واحد منهم رايح بمزاجه، ولا في واحد منهم رايح باختياره حقيقة، ده هو ربنا سبحانه وتعالى. وياما شفنا ناس أثرياء وأصحاء ويريدون المستحيل عشان يطلعوا، ما بيطلعوش ويمنعوا كونيا. نعم. لكن ربنا اصطفى دول واحد واحد. فأنا معرفتي بالله ومعرفتي بأسمائه وصفاته تخليني أقول إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيرجع هؤلاء الناس أبدا مخزيين، ولا الله مش مجبور خواطرهم، لأنه ما اختارهمش عشان يكسر بخاطرهم، إنما اختارهم علشان يكبر بخاطرهم ويهب مسيئة من محسنهم، ويجعلنا إن شاء الله وإياهم عند يعني فضل الله ورحمته. الحاجة التانية اللي تثير الغرام في قلبي، نعم، إن أنا أدوق هذه المناسك في يوم من الأيام. من ذاق عرف. نعم. واللي بيتفرغ غير اللي عاش المعاني. أيوة. دي احنا شايفين طفل بحبيبي ببراءته بيجري دلوقتي. مشهد في منتهى الجمال. فالغرام بيثور في قلب الإنسان علشان يشوف هذه المشاهد ويعيش هذه اللحظات الروحانية اللي لا توصف، المشاعر اللي بيعيشها الإنسان رغم إن الرحلة رحلة شاقة. نعم. رحلة متعبة، ما هيش يعني مصيف، ولا هي طبعا رحلة بانيك يعني، لا ما مش فن. ما هيش حاجة بس هي فيها من، ما فيهاش حاجة ترفية، بس هي فيها من الروحانيات التي تغني عن كل متاع الدنيا. أيوة فعلا. أنا يعني كل يوم عرفة، كل سنة، في كل مرة بقعد أفتكر رحلتي في الحج، والله أنا ما كنتش لاقي الكلام يا مولانا. يعني أنا حتى أنا كنت طالعة تبع الشغل والمفروض أعمل الفقرة، الكلام مش أنا، كأن حد تاني بيتكلم، كأنه مش أنا يعني، ولا الصوت ولا الألفاظ ولا الكلام، والواحد كأنه في حلم جميل مش عايز يطلع منه. ربنا يعيد علينا وعليك هذه الأيام إن شاء الله، ولا يقطعنا عن بيته الكريم. أمين. ما حيينا. أمين يا رب العالمين. هم دلوقتي بالفعل على جبل عرفات، وفي اللي طلع جبل الرحمة، وفي اللي قاعد، وفي اللي مقتلب نفسه قاعد بيدعي وبيكثر من الدعاء، لأن خلاص يعني إحنا في ثلاث ساعات مثلاً ويبدأوا بقى في المرحلة الثانية من الحج. إيه بقى المفروض يعملوا يا مولانا؟ هو طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الحج عرفة. نعم. قال كده، الحج عرفة، لأن عرفة هو الركن الأساسي الركين في أركان الحج. نعم. لو راح الركن ده خلاص مفيش حج، لكن أي حاجة تانية تفوت ممكن تكبر بشكل أو بآخر. نعم. فلذلك عبر بالركن الأساسي كأنه هو المساوي للحج، الحج عرفة. الوقوف بعرفة، النهاردة يوم 9. نعم. الوقوف بعرفة المجزئ يعني بيبدأ من بعد صلاة الظهر، بعد الزوال. تمام؟ بس هم راحوا من بالليل، في ناس راحت من بالليل، في ناس راحت من الفجر. ايوه، بس من امتى بقى يتحسب لي الوقوف؟ من بعد صلاه الظهر. من بعد صلاه الظهر، ويستمر وقت الوقوف الى الليل كمان. يعني مش المغرب بقى، المغرب بيبدا النفر، لكن الى الليل. نعم. فاللي يقف بعرفه ولو يعني لحظات يبقى هتحقق له الوقوف. المهم انه يقف في المساحه الزمنيه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي،
اللي هي ليلا او نهارا، وطبعا السنه ان يجمع بين النهار والليل كما يفعل عامه الحجيج. نعم. بيبداوا من المغرب بينفروا، يعني يتركوا عرفات بقى وايه، ويتوجهوا منها الى ما بعدها مختلفه او كده. الـ 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 اليوم ليه وظائف. نعم. وظيفه هذا اليوم احسان الظن بالله. الله. الوظيفه الاساسيه، وان الانسان الحاج هناك يبقى قاطع بينه وبين نفسه ان ربنا مش هيخيب رجاه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. وظيفه هذا اليوم الاكثار من الدعاء وتاكيد التوبه، وان الانسان منا يروح عند باب ربنا سبحانه وتعالى بهمومه وباوجاعه وباحزانه وبشكواه ويطرحها بين يدي الله. كنت اشوف انا احيانا في هذا اليوم، انا الحمد لله حجيت مرتين يعني، فكنت ايه احب الاحظ احيانا الناس، فشوف ناس اصلا هم من عاليه القوم ومن اصحاب المناصب الكبيره يعني، منهم ناس مساعدين وزراء وبتاع، وتشوفيهم في هذا اليوم اولا قاعدين في خدمه الناس، ساب بقى الوجاهه وساب كل حاجه وقاعد يخدم عشان يكسر نفسه ويبقى قلبه محلا صالحا لتلقي الرحمه الالهيه، وبعدين تشوفي بقى التضرع والبكاء وكذا الى اخره. فالإنسان هكذا، ده اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس. حضرتك مدمع من دلوقتي، فما بالك وحضرتك هناك؟ اه يعني انا لا متخيله لا حضرتك هي مشاعر مختلفه خالص، كنت بتعيط هناك، دموعك كانت بتغلب. والله ده ارزاق بتغلبة. ارزاق يعني، على فكره اللي ما دموعه ما تغلبوش ما يظنش برضو ان هو محروم، اصل دي طبعا. حالات طبعا يعني، حضرتك قلت الاساس الإنسان. وحسن الظن، الاساس حسن الظن بالله. نعم.